عشرة خمسة. فتنبأ النبيين حج النبي وزكريا بن عدو لليهود اللي في يهوذا وأورشليم باسم إله إسرائيل عليهم. وقتها قام زربابل ابن شألتئيل ويشوع بن يوصادق وابتدوا يبنوا بيت الله اللي في أورشليم، ومعاهم أنبياء الله بيساعدوهم. في الوقت ده جالهم تتناي والي الناحية التانية من النهر وشطر بوزناي وأصحابهم وقالوا لهم: مين أمركوا تبنوا البيت ده وتكملوا السور ده؟ وقتها بلغناهم بأسماء الرجالة اللي بيبنوا البنى ده، وكانت على شيوخ اليهود عين إلههم، فما وقفهمش لحد ما وصل الموضوع لداريوس. ووقتها جاوبوا برسالة عنده، صورة الرسالة اللي بعتها تتناي والي الناحية التانية من النهر وشطر بوزناي وأصحابهم الأفرسكيين اللي في الناحية التانية من النهر لداريوس الملك. بعتوا له رسالة وكان مكتوب فيها كده: لداريوس الملك كل سلام. يكون معلوم عند الملك اننا رحنا لبلاد يهوذا لبيت الاله العظيم، وفين وهو بيبني بحجارة عظيمة وبيتحط خشب في الحيطان، والشغل ده بيتعمل بسرعة وبينجح في ايديهم. وقتها سألنا الشيوخ دول وقلنا لهم: مين امركوا انكم تبنوا البيت ده وتكملوا الاسوار دي؟ وسألناهم كمان على اسمائهم عشان نعرفك، وكتبنا اسماء الرجالة الرؤساء بتوعهم. وبزي الجواب ده جاوبوا: احنا عبيد اله السماء والارض، وبنبني البيت ده اللي بنى قبل كده بسنين كتيرة وبناه ملك عظيم لإسرائيل وكمله، ولكن بعد ما زعل أبهاتنا إله السماء قوي زقهم في إيد نبوخذ نصر ملك بابل الكلداني اللي هدم البيت ده وأثر الشعب البابل. لكن في السنة الأولانية لكورش ملك بابل أصدر كورش الملك أمر ببنى بيت الله ده، لدرجة إن أواني بيت الله دي اللي من ذهب وفضة اللي خرجها نبوخذ نصر من الهيكل اللي في أورشليم وجيه بيها للهيكل اللي ببابل، خرجها كورش الملك من الهيكل اللي ببابل وتعطت لواحد اسمه شيزبصر اللي خلاه والي، وقال له: خد الأواني دي وروح وشيلها للهيكل اللي في أورشليم وخلي بيت الله يبني في مكانه. وقتها جه شيزبصر ده وحط أساس بيت الله اللي في أورشليم، ومن الوقت ده لحد دلوقتي بيبني ومكملش. ودلوقتي لو كان كويس عند الملك يبقى يفتش في بيت خزائن الملك اللي هو هناك في بابل، اذا كان صدر امر من كورش الملك ببنى بيت الله ده في اورشليم، ويبعت لنا الملك رده على الكلام ده.